أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. البنك المركزي يطلق حزمة قرارات لدعم السلع الغذائية ووقف تدهور الريال. محافظة المهرة تخصص مبلغا ماليا لطلابها الذين يصلون إلى الدكتوراه. منتخب اليمن لكرة القدم يقفز 15 مركزا في تصنيف الفيفا. 1 من كل 10 أمريكيين ألغى حسابه على الفيسبوك. أهلا بكم. اقتصاديا تعنون صحيفة الأيام في صفحتها الرئيسية: أولى خطوات الاستفادة من الوديعة السعودية. البنك المركزي يطلق حزمة قرارات لإعادة الدورة الاقتصادية ودعم السلع الغذائية ووقف تدهور الريال. وقالت الصحيفة إن البنك المركزي اليمني أعلن اتخاذ حزمة قرارات جديدة لتفعيل مركزه الرئيسي بعدن في خطوة هادفة إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لجميع أدواره. وقرر البنك المركزي إعادة الدعم للمواد الغذائية الأساسية إلى جانب جملة من القرارات التي اتخذها البنك غدا عودة محافظه الجديد إلى العاصمة عدن في خطوة نحو تطوير أدائه واستعادة سيطرته على السوق المصرفية ومنع تدهور العملة المحلية. ويتوقع مراقبون أن تؤدي قرارات المركز اليمني إلى تعزيز الثقة في الأوساط المصرفية وتحقيق استقرار في سعر العملة المحلية الريال، إلى جانب تحقيق انخفاض في أسعار السلع الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطنين. خرجت في تعز مظاهرة سلمية لها مطالبها، وبدلا من التعاطي مع هذه المطالب قال الموقع بوست: استنكار واسع لهجوم محافظ تعز على المتظاهرين في المدينة. قال الموقع إن ناشطين وإعلاميين استنكروا الهجوم الذي شنه محافظ محافظة تعز أمين محمود على المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا لإنشاء الحزام الأمني وقوات طارق صالح ووصفه لهم بالطابور الخامس. وكان محافظ تعز قد وصف المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بوجود قوات طارق صالح في الساحل الغربي ومحافظة تعز بأنهم غوغائيين. ماذا لو كان لدى المحافظ ما يكفي من القوة والبأس؟ هل كان سيقصفهم بالأباتشي أم سيدوسهم بالدبابات أم سيسحلهم بالشوارع؟ هذا جزء من مقال كتبته الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، متحدثة فيه عما يحدث في تعز. وتقول كرمان في المقال الذي نشره الموقع بوست: أخيرا وجه محافظ تعز أمين أحمد محمود كلمة عصماء إلى أبناء تعز ليطلعهم كما قال بصورة مختصرة على بعض جوانب ما قام به من جهود لخدمتهم. أريد منها: عملنا على إنهاء مشكلة انقطاع الرواتب وسيتم صرفها بصورة منتظمة. سنقوم بعلاج الجرحى بالداخل والخارج. سنقوم بترميم وشق العديد من الشوارع والطرقات وترميم المستشفيات. نعمل على بناء القوات المسلحة على أسس علمية، وستشهدون قريبا قوات مسلحة تشرفكم وتتشرفون بها. ستعود المياه قريبا جدا إلى منازلكم. نعد العدة لإعادة تشغيل كهرباء تعز. وحين جرد الكلمة لمعرفة الخدمات التي أنجزها لأبناء تعز، فما ثمة غير سنعد وسنقوم وسنعمل وسيتم وستشهدون. وعود فارغة جوفاء سماها خدمات وإنجازات قدمها للمواطنين. بعد سرد المنجزات العملاقة التي شهدتها تعز في عهده الميمون، والتي قال إنه أحب أن يطلعهم بها عبر كلمته، علق على مظاهرة اليوم الرافضة لإعادة تدوير طارق عفاش الذي اشترك في جريمة الانقلاب، ولم يبدي التوبة والاعتذار عن هذا الجرم، ولم يعترف بالشرعية حتى اللحظة. قال المحافظ: أيها الإخوة، هناك طابور خامس يتظاهر وينشر الفتنة ويتساوى مع الانقلاب، ومن المعيب أن نسكت عن هذه الأصوات المأجورة. تخيلوا كل هذا الفجور والتخوين والتحريض والوعد والوعيد بحق مظاهرة سلمية. نعود فنقول: هذه هو من عينه محافظا لتعز، والآن يقف في صف واحد مع من يتمرد عليه،
ويرعى التمرد ويناصب الذين خرجوا يدافعون عن شرعيته ويرفضون الخروج عليها العداوة والخصومة. كالعادة يجيد هادي وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب، ماهر في انتقاء المسؤولين الذين يتآمرون عليه ويبيعونه بأرخص الأثمان. ومن اليوم التالي لقرار التعيين هذا المحافظ أحدهم، وستثبت الأيام أنه أسوأهم. يعيش طلاب اليمن المبتعثون في الخارج ظروفاً معيشية صعبة، ولمواجهة ذلك حاولت واحدة من المحافظات مساندة الطلاب المنتمين إليها، حيث وجه محافظ المهرة راجح سعيد بكريت وفقاً لموقع المشاهد نت بصرف منح مالية لطلاب المحافظة في الداخل والخارج للتخفيف من معاناتهم وتشجيعهم على إكمال دراساتهم العليا. وأكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بالمحافظة بأن المحافظة أمر بصرف 1500 دولار فصليا للطلاب من أبناء محافظة المهرة في أوروبا والصين وأمريكا، و750 دولار للطلاب في الهند وماليزيا، و500 دولار للطلاب في الوطن العربي. كما أعلن المحافظ عن اعتماد تسكين الطلاب في داخل المحافظة وصرف إعاشة فصلية نحو 50 دولار لكل طالب خارج المحافظة، واعتماد 1000 دولار لكل طالب يتقدم لمناقشة الماجستير والدكتوراه. ويقول الموقع تعد خطوة باكريت هي الأولى من نوعها في المحافظات الجمهورية اليمنية التي تعتمد من خلالها سلطات المحافظة مبلغا للطلاب من ميزانياتها دون التعويل على وزارة المالية التابعة لحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي. إلى موقع عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية إعادة تأهيل دفعة جديدة من أطفال الحرب في اليمن. قال الموقع إن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب دشن بمدينة مارب الدورة الثالثة من أجل إعادة تأهيل 26 طفلا جندته ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأضاف الموقع سيخضع الأطفال المجندون والمتأثرون بالحرب على مدى شهر كامل لدورات تأهيلية اجتماعيا ونفسيا تهدف إلى إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وإنهاء آلامهم النفسية جراء الانتهاكات والصدمات السلبية التي تعرضوا لها. وقالت اللجنة الخاصة باستقبال الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب بأنه تم اختيار الأطفال حسب المعايير العالمية، ومنها أن يكون سنه أقل من 18 عاما وأن يكون مشاركا في جبهات القتال أو تأثر تأثيرا مباشرا بالحرب. وأكدت أن الدورة استوعبت مجندين من محافظات جديدة كمحافظات حجة وإب وذمار، إضافة إلى المحافظتين الرئيسيتين مارب وعمران. ليست استراتيجية حرب. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني لدى الأردن علي العمراني مقاله المنشور في بلقيس مضيفا في فقرة من المقال: تحدثت إلى صديق سعودي عزيز فيما يخص مستجدات وضع العمالة اليمنية في السعودية، فقال: أرى أن هذه ليست استراتيجية حرب، فقلت إنها لا تصلح أن تكون استراتيجية مع اليمن حتى في وقت السلام. تطرقت إلى موضوع العمالة اليمنية في السعودية منذ سنين، وكنت ممن يتوخى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 1990 بإزالة الكفالة التي فرضت على اليمنيين حينها بسبب ملابسات غزو الكويت من قبل العراق. وكنت ممن يقدر أن اتفاقية الحدود مع المملكة في عام 2000 سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل غزو الكويت، غير أن ذلك لم يتم. وعندما كنت أسأل بعض الذين كانوا قريبين من المباحثات في ذلك الزمن يفيدون بأن الجانب السعودي لم يكن ممانعا من عودة الأمور إلى ما كانت عليه، لكن الأمر كان يلزمه متابعة من الجانب اليمني حينها، لعل المتابعة لم تكن كما ينبغي. بتدخل من فخامة الرئيس هادي وافق خادم الحرمين الشريفين في بداية الحرب مشكورا على منح بطاقة زائر لحوالي نصف مليون يمني كانوا يقيمون بشكل غير نظامي في السعودية ومنح أكثرهم إقامات نظامية. شكل الرئيس هادي مؤخرا لجنة للتواصل مع الجانب السعودي فيما يخص معالجة وضع العمالة اليمنية، ولست أعلم ما الذي أحرزته اللجنة لحد الآن.
ولست أعلم ما الذي أحرزته اللجنة لحد الآن. ما دفعني للتساؤل الآن هو مشهد طلاب يمنيين قيل إنهم متفوقون بثت صورهم وهم يغادرون بصفة نهائية ويودعون زملائهم السعوديين في إحدى مدارس المملكة، وكان المشهد مؤثرا جدا. وقيل إن السبب أن والدهم لم يعد قادرا على دفع تكاليف الإقامة وفقا للشروط الجديدة. ولا بد أن مثل ذلك المشهد ليس فرديا، ذكرني مشهد الوداع المؤثر بمشهد وداع لزملاء الأعزاء الطلاب السعوديين عام 1987 بعد تخرجي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كان الوداع حين ذاك طوعيا، وكان السلام وقتها يعم اليمن. رياضيا، حقق المنتخب اليمني لكرة القدم قفزة كبيرة في التصنيف الدولي لشهر إبريل الصادر مؤخرا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعنون موقع يمن مونيتور. منتخب اليمني لكرة القدم يقفز 15 مركزا في تصنيف الفيفا، ويقول الموقع احتل الأحمر اليمني المرتبة 125 عالميا بعد أن كان في المرتبة 140 عالميا في التصنيف الماضي الذي صدر منتصف شهر مارس المنصرم. وجاء تقدم منتخب اليمن 15 مركزا دفعة واحدة بعد أن تمكن من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في دولة الإمارات لأول مرة في تاريخ الكرة اليمنية. وحقق المنتخب اليمني نتائج مقبولة خلال مشواره بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس آسيا، حيث خرج من المجموعة السادسة بفوزين وأربعة تعادلات، وهو ما منحه بطاقة العبور للنهائيات الآسيوية. وانعكس ذلك التأهل على تصنيف منتخبنا الدولي لشهر إبريل الجاري ليقفز 15 مرتبة دفعة واحدة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في جولتنا الخاصة بين عناوين المواقع والصحف الفرنسية نطالع في موقع قناة تي في 5 الفرنسية العنوان: مقتل مصور كان يتعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية في اليمن. قال الموقع الفرنسي: قتل عبد الله القادري، وهو مصور يمني يعمل في قناة بلقيس التلفزيونية ويتعاون مع وكالة فرانس بريس في هجوم وقع وسط البلاد يوم الجمعة. يضيف: أشارت قناة بلقيس في تصريح لها بأنه كان يغطي الحرب عندما أصيب بجروح بالغة ومات على إثرها. وبحسب نفس المصادر فقد جرح ثلاثة صحفيين في هذا القصف على منطقة قانية بمحافظة البيضاء. وأضاف الموقع: توفي عبد الله القادري في الثلاثينيات من عمره متأثرا بجروح خطيرة في الرقبة، وهو متزوج منذ عام ولديه طفل. وتابع الموقع: أشاد الصحفيون الذين عملوا معه بشجاعته وتصميمه رغم المخاطر. مع عودة نشاط ما يعرف بمؤتمر حضرموت الجامع وزيارة محافظ المحافظة الواقعة شرقي اليمن اللواء فرج البحسني قبل أيام إلى السعودية، عادت الأنظار مجددا نحو حضرموت وتعنون صحيفة العربي الجديد: حراك سعودي باتجاه حضرموت والمهرة، أبعاد سياسية واقتصادية. قالت الصحيفة إن الأجندة في حضرموت ذات خصوصية بالنسبة للتحالف والرياض، بما في ذلك التمهيد لمد خط أنابيب ينقل النفط السعودي ويمتد من المملكة مرورا بحضرموت وصولا إلى البحر العربي. وأكدت مصادر محلية في حضرموت في حديث مع العربي الجديد أن أنشطة ما يعرف بمؤتمر حضرموت الجامع عادت بشكل لافت بالأسابيع الأخيرة بالترافق مع انعقاد الدورة الثالثة
الثالثة لرئاسة المؤتمر والتي خرجت بقرارات تجسد التوجه الرامي إلى ترسيخ حضرموت ككيان مستقل ذاتيا إلى حد كبير. ومن أبرز المطالب التي تثير الشكوك الإصرار على أن تكون القوات العسكرية في حضرموت جميعها من النخبة الحضرمية التي أنشئت من قبل الإمارات التي تحتفظ بنفوذ لها داخل المحافظة، والمطالبة بخروج قوات الجيش الوطني التي لا تزال تنتشر في أجزاء من المحافظة. بالمجمل، العمل العربي المشترك في أسوأ أحواله ومراحله، وكأن القمة باتت عبئا على الجميع، فحتى مصير القمة المقبلة لم يحسم حتى الآن، رغم أن هناك محاولات لحسم المسألة تتم حتى لحظة كتابة هذه السطور لتأمين عقد القمة في إحدى العواصم العربية. هذه واحدة من فقرات مقال كتبته جمانة غنيمات، حاولت فيه تخليص المطالب التي تقام أمام قمة العرب في السعودية اليوم، وأضافت في مقال نشرته صحيفة الغد: لم يكن ينقص أجندة القمة عنوان جديد، لكن هذا ما حدث، ربما من أجل أن تضاف قصة خلافية جديدة إلى أجندة القمة المعقدة في الأصل. ردود الأفعال على الضربة العسكرية السورية تعكس تماما الحالة والشردمة والاختلافات التي تعاني منها المجموعة العربية، فهناك من أيد وثمة من أدان، وهناك من قدم موقفا لا موقف، لكن جميع ردود الأفعال تؤكد أن توحيد المواقف لم يعد ممكنا. لم يكن أحد في القمة العربية ينتظر بالذات من أجل تعميق القضايا الخلافية، فالخلافات مشتعلة في الأصل والأزمات عديدة، فهي لا تبدأ بالأزمة الخليجية ولا تنتهي بسوريا، وأيضا لا شك ستمر باليمن والعراق وليبيا فيما يتربع الموضوع الفلسطيني على سلم الأولويات، أقله أردنيا وفلسطينيا. لم تكن أجواء ما قبل القمة استثنائية، فالإيقاع هادئ رغم الملفات المشتعلة. على المسار التنظيمي سلم الأردن رئاسة القمة للشقيقة السعودية بعد عام لم يكن سهلا، بل كان عاما صعبا كما وصفه مسؤول رفيع قدم فيه الأردن جهدا استثنائيا لإبقاء القضية الفلسطينية في الواجهة، وهو تحقق بالفعل. سنة الرئاسة لم تكن هينة، بدأت بنصب المحتل البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك كان التطور الأصعب حين قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، وهي الخطوة التي رفضها الأردن وتحرك ضدها في جميع الاتجاهات، رغم علم الجميع بحساسية الموقف الأردني الذي يتلقى أكبر مساعدات مالية من واشنطن. في قرارات القمة التي ستعلن اليوم، تم إدراج قرار أساسي وحيوي يعيد الأهمية إلى الموضوع الفلسطيني ويحفظها من التسويات التي لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، حيث تضمن النص رفض أي صفقات أو عروض لحل الموضوع الفلسطيني إلا بما يستند إلى المبادرة العربية التي تنص على أنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل إقامة الدولة الفلسطينية. أوردت الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم تحليلات مختلفة للضربة العسكرية التي شنها التحالف الغربي على سوريا، وعلى صدر صفحتها نشرت الساندي تيليغراف مقالا بعنوان لافت يقول: درس التاريخ يقول عندما يصبح القانون الدولي الذي يحفظ نظامنا مهددا يجب أن ندافع عنه. وفي الداخل تقول الصحيفة إن أول مهمة عسكرية لماي نجحت بشكل كبير، أما الساندي تايمز فنشرت موضوعا على صفحتين ترجمته البي بي سي بعنوان: تزايد الخوف بينما يوجه الأسد عينيه نحو مذبحة جديدة. أما صحيفة الأوبزيرفر فركزت على كواليس اتخاذ قرار مشاركة بريطانيا في الضربات الجوية، وقالت إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي كانت تبدو شاحبة ومتهدجة الصوت وهي تتحدث للصحفيين بعد الضربة العسكرية، وكان من الواضح عليها أنها لم تنم طوال الليل، فلا يوجد قرار أخطر من تكليف الجنود بشن عمليات عسكرية خارج البلاد.
وفي أخبارها المنوعة قالت صحيفة الشرق الأوسط 1 من كل 10 أمريكيين ألغى حسابه على الفيسبوك. قالت الصحيفة إن دراسة جديدة أظهرت أن 1 من كل 10 أمريكيين قام بإلغاء حسابه الشخصي على الفيسبوك بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين لشركة كامبريدج أناليتيكا الخاصة. وبحسب استطلاع للرأي أقيم على 1000 مستخدم أمريكي، فإن أكثر من 9% قاموا بإلغاء حساباتهم وجميع الصفحات التي ترتبط بهم شخصيا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وأشارت الدراسة إلى أن ما يقارب 17% من الأمريكيين حذفوا تطبيق الفيسبوك من هواتفهم الذكية نهائيا، بينما قام أكثر من 11% بالتخلص من التطبيق من الأجهزة الأخرى مثل الحاسوب المحمول والأيباد أو التابلت. أهم وأفضل الصور كما جاءت في صحيفة الجارديان البريطانية نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.